طبقا لاحكام الماده 59 ثانيا والماده 138 خامسا من الدستور صدر القرار الاتي: قرار مجلس النواب رقم كذا لسنه 2018 استنادا لاحكام الماده الخامسه من قانون التعديل الثالث لانتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنه 2013 المعدل، وبالنظر لاكتمال التحقيق مع مجلس المفوضين والانتهاء عمل القضاة المنتدبين ولمقتضيات المصلحة العامة، قرر مجلس النواب الآتي: استئناف عمل مجلس المفوضين والمدراء العامين المشكل بموجب قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 المعدل. تصويت سيدي الرئيس. برلمانية عد بالأيادي، برلمانية ما يخالف خليه عد، هي عد برلمانية، عد برلمانية، عد رجاء مكانك جدول أعمال، هذه طلب، راجع النظام الداخلي، راجع النظام الداخلي حضرتك. شكرا للجنة القانونية.